مهندس شريف، مساء الخير. اهلا رانيا، ازيك؟ اولا احنا بنبارك لك على مشاركتك خلال فعاليات المعرض، وكمان كان ليك تواجد في المؤتمر. كلمنا عن تواجدك النهارده. النهارده انا شايف انها فعاليات مهمه جدا في النسخه الاولى من معرض سارك اللي هو ما بين السعوديه، المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه مصر العربيه. انا كنت المودريتر بتاع الجلسه الثانيه بعنوان خطط التنميه 2030. الحقيقه عدد كبير جدا من المطورين المصريين ومن المطورين السعوديين كان حاضر النهارده، حديث فعال جدا، مواضيع هامه جدا تم مناقشتها، عن تصدير العقار، عن طرق المشاركه وانواعها بين المطورين، عن جهود الحكومات المصريه والسعوديه في تسهيل وتذليل اي عقبه في طريق المطورين للمشاركه. كان متواجد كمان شركات وشركات مقاولات وشركات سبلايرز برضو كانوا حاضرين. كان الحقيقه مؤتمر مهم جدا، والتوصيات اللي اتقالت في اخر المؤتمر كانت هامه جدا. وطبعا زي ما انت شفتي المؤتمر في اخره ادى الى ان بقى فيه مش بس توصيات، بقى فيه لجنه مشكله، لجنه مصريه سعوديه، وده لاول مره، من خبراء مصريين وسعوديين هيكونوا دورهم تسهيل الفعاليات وتسهيل وتمكين المطورين من المشاركه بشكل سهل وسلس. خرجنا بنتائج يعني إيجابية مهمه وايجابيه جدا. ايجابيه جدا في رايي. مش اول مره تكون متواجد في معرض عقارات النيل كمان، يعني كلمنا لا عنه. لا الحقيقه انا احنا لسه جايين من، احنا في الرياض النهارده ولسه جايين من جده الاسبوع من جدة. اللي فات كان عامل ازاي النسخه؟ ناجح جدا، ناجح جدا. طبعا الرياض بتبقى اقوى في حته الترافيك والفلو، ولكن الجده كان، جده برضو كان في مشاركين كتير جدا من السعوديين والمصريين اللي بيعملوا بالسعوديه. احنا كنا موجودين في شهر 5/23 برضو موجودين في الرياض. دي مش يعني احنا دي تقريبا ثالث معرض في 23 في السعوديه بشكل عام. في بوتنشل كبير، في فعلا فرص كبيره جدا للشراء، وكل المطورين مستفيدين الحقيقه. صحيح صحيح. طيب يعني احنا اتكلمنا عن النقاشات اللي كانت موجوده خلال المؤتمر، رؤيتك ايه او شايف ازاي ان ممكن يبقى في تعاون ما بين القطاع العقاري في السعوديه والقطاع العقاري في مصر؟ حقيقه في فرص كتير جدا. النهارده الصبح كان عندنا اجتماع مع الشركه الوطنيه للاسكان السعوديه، قابلنا ممثلي الشركه وشرحوا لنا البرامج اللي هم بيقدموها للمشاركه. في انواع كتير قوي من المشاركه، مشاركه بالمشاركه على الارض مع الشركه الوطنيه، او مشاركه عن طريق الكوميرشال سايد او الجزء التجاري اللي هو عن طريق تصدير النو هاو، وفي مشاركات في برامج متعدده جدا للمشاركات هم بيطرحوها. وبعدين شرحوا لنا السيستمز بتاعتهم وازاي تصنيف المطور اللي جاي يشتغل معاه، وعامل ازاي عامل له سكور كارد، وازاي بيبقى شايف الكواليفيكيشنز، او ازاي هو قد ايه مؤهل. في سيستم كويس قوي الحقيقه. احنا نتمنى ان احنا الفتره الجايه فعلا نشوف تعاون كبير جدا ما بين الشركات المصريه والشركات السعوديه. انا متوقع هيبقى في طفره في التعاون بين الشركات المصريه والسعوديه. شايف 2024 هيبقى فيها طفره كبيره في القطاع طبعاً. العقاري طبعا. احنا 2023 بالفعل فيها طفره. يعني الارقام النهارده اللي اتقالت في 9 شهور، احنا نص تريليون جنيه مصري مبيعات في 9 شهور، فده طبعا رقم كبير جدا. صحيح. ومتوقع ان هو يزيد على اخر السنه، او متوقع ان هو يزيد تاني السنه الجايه. صحيح. فلا طبعا في طفره مستمره. صحيح. باشمهندس بالتوفيق، انا يعني بهنيك على وجودك النهارده ومشاركتك في خلال فعاليات المؤتمر والمعرض، وان شاء الله هيبقى لينا حديث كبير اكبر واطول أكيد. من كده الفتره الجايه. اكيد. متشكر ليك يا رانيا، متشكر جدا. مشكورك جدا. شكرا، مع السلامه.